بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم. عنوان الفيديو: سؤالين لمربيين أرانب. السؤال الأول بيقول: السلام عليكم، هو أنا لو مربي أرانب أرضي وبيولدوا، لو نقلتهم في البوكسة يتعبهم في حاجة؟ علشان حد قال لي لو اتحبسوا هيموتوا، ده صح ولا إيه؟ تعليق: من مهام رعاية المربي الأرانب أن يستبق ويتابع مدة العشار ليجهز للأم بيت الولدة قبل ميعاد الولادة المنتظر بأربعة أيام، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون عملية نقل الأم للبوكس في أول عشارها لتتكيف مع الوضع الجديد. السؤال الثاني يقول: السلام عليكم، عندي الفطام لا يستطيع الشرب من خط المياه، إيه الحل وجزاكم الله خير؟ تعليقي: إذا كان الفطام لا يستطيع الشرب لصغر حجمه وارتفاع نبل الشرب عليه، يمكنك إضافة معلفة فخار تضعها مقلوبة تحت النبل ليستطيع المفتوم الصعود عليها والشرب من الخط. وأخيرا تقبلوا سلامي وتحياتي.